In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. Dear viewers of Al-Sanawiyya Al-Amma and Al-Azhar, a new edition of your English program, School on Air. أحبائي طلاب الثانوية العامة والأزهر، حلقة جديدة وبرنامجكم مدرسة على الهواء. أحبائي خلونا نرحب كده بالأستاذ إيمان المصري، معلم اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا مس إيمان. أهلا بحضرتك مستر محمد. And welcome my dear students, screen viewers watching us now. Hopefully you'll enjoy today's episode and find it useful to you. Dear students, today Ms. Iman and I are going to continue studying our book, الكتاب بتاعنا. النهاردة نناقش مع بعض. Today we are going to study unit 9, الوحدة التاسعة, Science and Scientists, العلم والعلماء. أكيد طبعا في some new vocab, بعض الكلمات الجديدة, وكمان في درس grammar مهم جدا جدا. وعلى مدار ساعتين from now till 2 PM لغاية الساعة 2 إن شاء الله برضه هنكون مع بعض. فحاولوا تكتبوا كل المعلومات المفيدة النهاردة نتكلم فيها مع بعض. واحدة النهاردة مس إيمان بتتكلم على science and scientists. What do you think about science? Is it important in our life today or not? Sure, science is always important. الأكيد طبعا الساينس ده حاجة مهمة جدا. Science controls almost everything. بيستخدم الساينس علشان يتحكم في حاجات تقريبا معظم الحاجات اللي في حياتنا او كل شيء. ساينس has different fields. ليه طبعا مجالات مختلفة. يعني the field of medicine is a part of science. طبعا مجال الطب ده جزء من العلوم. Pharmaceutical companies finish their work according to science. كل الشركات اللي بتنتج الأدوية والصيدليات وكده كله بيعتمد شغله على الساينس. تكنولوجي طبعا التكنولوجيا واستخدامها ده كله ساينس. Everything can be related to science somehow. كل حاجة في حياتنا ممكن يكون ليها علاقة بالعلوم والمعارف عموما يعني. طيب اكيد طبعا العلم مهم جدا. ايه رايك نروح لفاصل قصير وهنرجع نستكمل الوحده بتاعتنا مع بعض الى فاصل. و Dear students, welcome back. وخليني افكركم, today we are studying unit 9, science and scientists. كالعاده بنبدا دايما باللانجوج فانكشنز اللي هي الوظائف اللغويه الموجوده في الوحده. طيب انا كنت مس ايمان, كان في حد من الساده المدرسين بيقول احنا نمشي الوحده وفقا للتيتشرز جايد. Do you accept or not? There's nothing force you to do anything because there's not one way of teaching. ما فيش حد يقدر يقول ان احنا لازم نتبع شيء معين. اكيد كل حد بيبقى ليه رؤيته في ان هو يشوف ايه الطريقة الافضل, ايه الطريقة اللي ممكن نوصل بيها. طبعا لو يعني احنا هنا بنتبع اسلوب معين, ممكن جدا شخص تاني يكون شايف اسلوب اخر, مدرس تاني في مكان تاني يكون شايف اسلوب تالت. فكل حد حر في ان هو يتناول الشرح بتاعه بالاسلوب اللي هو شايفه مناسب وملائم, طبعا خصوصا لظروف الحلقة انها طبعا شيء على التي في تبقى مختلفة عن ان احنا نتناول شرح في الكلاسز او كده. Great. This just came to my mind. يعني بالصدفة كده فعلا افتكرت ان كان في احد المعلمين بيتكلم بيقول ان احنا نمشي على التيتشرز جايد اللي هي الستبس او البروسيجرز الموجودة. اكيد زي ما قال مس ايمان انا اتفق معاها تماما ان احنا ما فيش وان واي يعني لا. طيب ده عشان كده احنا بنتكلم دايما بنناقش جزئية دايما يعني شايفين ان السؤال في الامتحان بيبقى دايما في سؤال اللي هو الديالوج. إذا كان في أصلاً محادثة يبقى أكيد لازم إن احنا نناقش اللي ممكن يجي في المحادثة شكله إزاي. بما إننا بنقرأ الليسننج وبنحاول ننطق بقدر الإمكان بالشكل الأمثل على أساس إن الطالب يتعلم نطقه صح, وبنطلع من الليسننج والريدنج كم الفيكاب والجرامر وبنشرحهم بالتفصيل. بنحاول نعتبر القطعتين بتوع الليسننج والريدنج كأنهم كومبرهنشن باسجز, وبنشوف الحاجات الخاصة بهم في الترجمة. يعني بنحاول نعمل كفرنج أو كفرج لكل النقاط اللي ممكن تيجي في الامتحان. في نقطة أخيرة كمان كان الناس بتتكلم على فكرة نحنا, وخلينا معلش ناخد اتصال ونسأل الطالبة بتاعتنا. هلو الو ازيك؟ ازيك يا مستر؟ اي ثينك هدى صح كده؟ ايوه مستر. طيب هدى, كان في ناس كتير بتقول لنا انتوا يعني بتشرحوا انجليزي واحنا عايزين عربي, واحنا برضو انا ومس ايمان معلش شايفين ان احنا احيان كتير بنضطر نتكلم عربي كتير عشان الطلبة واحنا مدركين كده, ولكن بالله انتقاد من بعض المدرسين ان انتوا بتتكلموا عربي كتير لازم تتكلموا انجليش. فرايك انت ايه يا هدى؟
لا يا مستر، انا رايي ان حضرتك لما بتشرح بالعربي احنا بنفهم اكتر، بيبقى احسن لينا يعني. طيب احنا عايزين نعمل برضو بالانس كده يعني. وانا بسلم على حضرتك وبسلم على ميس ايمان، كنت عايزه نمره حضرتك ضروري. طيب الكنترول روم هيديك النمره، لكن انا قصدي اقول يا هدى ان احنا بنحاول بقدر الامكان عشان الحلقه بتتشاف في كل ربوع مصر، وكمان اولادنا في الخارج في الكويت ومثلا السعوديه وهكذا بيشوفوا الحلقات دي وموجوده عندنا، فبنحاول بقدر الامكان نعمل بالانس زي ما قلت، توازن، نخلي الناس يعني ايه نرضي المعلم والطالب في نفس الوقت. لكن طبعا احنا يا اكيد مستر ده اكيد احنا طبعا يعني في المجال فعارفين كويس قوي الطلبه بتاعتنا، طبيعه الطالب المصري عارف ان كل حاجه عايز اترجم له واقول له كذا، عشان كده عذرا طبعا للساده المدرسين اللي هم بينتقدوا. نرجع لهدى بقى لسؤالك، اتفضلي. يا مستر انا مش عايزه اي اسئله، انا بفهم حضرتك كويس جدا، بس عايزه رقم حضرتك ضروري. طيب الكنترول روم هيديكوا النمره، واحنا شاكرين جدا اتصالك. شكرا. وتابعي النهارده مع بعض ان شاء الله. شكرا. شاكرين جدا، اتفضلي. ممكن اقول كومنت على البوينت دي برضو، لانه يعني مهم جدا ان احنا نعرف ان البرنامج ليه هدف. والهدف حتى يعني بتاع البروجرام ان هو بيخاطب الطالب انه عايز يفهمه، مش ان انا اديله انجلش كورس، مش ان انا اتمنظر بانه احنا بنعرف نتكلم انجلش كويس، لان شور دي حاجه احنا بنعرف نعملها انا ومستر محمد، ولكن الهدف بتاع البروجرام نفسه هو ان احنا عايزين نخلي الطالب يفهم. ف هممنا طبعا الكومنتس بتاع الطلبه، يعني احنا لما قمنا بحلقه قبل كده كانت كلها انجلش او اغلبها انجلش، الطلبه حست انه المستوى كان عالي شويه، فطلبوا مننا جميعا ان احنا نتكلم عربي معظم الوقت او طول الوقت، وان الامثله الانجلش بس هي اللي تتقال بالانجلش، لان هو ده الهدف بتاع البروجرام. لكن هو مش انجلش كورس، هو بيشرح له المنهج وعايزه يفهمه بالطريقه المثلى اللي تخليه يعرف يجاوب في التست كويس ويعدي المرحله دي بسلام. انما بيبقى فيه اكيد طبعا حاجات تانية ممكن الواحد يتكلم فيها انجلش طول الوقت، لان هدفها ممارسه اللغه وتعليم اللغه بعيدا عن حدود الامتحان واسئله الامتحان والكلام ده كله. ففي الحاله دي بنقول اتس اوكي ان احنا نتكلم انجلش طول الوقت. جريت، ثانكس يا مس ايمان. تعالوا كده يا احبائي نبدا في الوحده بتاعتنا، وهنشوف على الشاشه مع بعض عنوان الوحده بيقول يونت 9 ساينس اند ساينتس. عندنا كده بنبدا بلانجويج فانكشنز اللي هي الوظائف اللغويه، وزي ما بقول دايما السؤال ده بيساعدنا كتير قوي في اجابه الدايلوج. Asking for and giving facts. لو انا طالب اعرف حاجه حقيقيه اتاكد ازاي؟ طب لو حد سالني سؤال اجيب عليه ازاي؟ عشان كده بقول Asking for facts و giving facts. السؤال عن الحقائق واعطاء الحقائق. في some expressions Mrs. إيمان بتتكلم عن التعبير عن أو لما نطلب حقيقة معينة، فيقول مثلا جملة زي I have heard that the ancient Egyptians had illnesses that were similar to ours today. أنا سمعت إني the ancient Egyptians المصريين القدماء had illnesses كان عندهم diseases أمراض. كلمة illness مرض جمعها illnesses تساوي كلمة diseases أمراض، والصفة كلمة ال مريض، that were similar الأمراض دي كانت تشبه similar حرف الجر to ours اللي هي أو our illnesses today زي الأمراض اللي عندنا النهاردة. Is that true؟ هل ده حقيقي ولا لأ؟ فطبعا التعبير نفسه بتاع كلمة Is that true أو is this true، أنت هنا you want to be sure of something، عايز تأكد من شيء ما، صح كده؟ أكيد هسأل حضرتك على some other expressions، ولكن بعد ما أخذ اتصال from المنيا. هلو. هلو. إزيك؟ صوتك بعلى صوت شوية. إزيك يا مستر؟ عاملة إيه يا رنا، أخبارك؟ الحمد لله بخير، حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله يا قمر، تمام. اتفضلي. كنت عندي سؤالين في الشغل. اتفضلي يا بابا. أول سؤال I spent I think ما اللي احنا ناسي ايمان اهو بتكتب I think ايوه I think I spent I spent yes تمام spend بال D ولا T في الاخر؟ منزل ورقة شوية حمزة S D E N T D ولا T؟ لا S D E N T spent ماشي yes يعني في الباست فورم I spent كمل كمل يا رنا two or three two or three Oh, days.
2 or 3 days. Days. Spaces. Space. Oh. Hmm. The week. That week. That week. The week. Oh. The week. The or that. La. The. The week. Week is. The weekend. Is. Is. Oh, I would drop it. Is the weekends. The weekends. Ah, ما فيش is بعد D apostrophe S. Hmm. Work until. Work until. Until. Hmm. I am happy. Until I'm happy. With. Happy with. What I have. What a. What I have. Okay. Writing. What I have written? Mm. Oh. Number A. Hmm. Checking. Checking? Oh. Hmm. To check. To check? Oh. To check. To checking. To check. وبعدين check? Oh. وبعدين. To checking. To checking. عندي سؤال تاني. طيب. مش ده الأول؟ يس الجملة قدامك كده I spent تمام كده؟ يس. اه. هتبان تاني قدامنا على الشاشة نتأكد بس إن رنا كتبت نفس الـ الـ الجملة اللي اتقالت. الجملة يس تظهر قدامك حالا دلوقتي على الشاشة الجملة بتقول I spent 2 or 3 days weekends work. طبعا في سبيس وبعد كده until I'm happy with what I have written. عندنا مس ايمان كلمه سبند بعدها مده لازم يبقى فيه اي ان جي اكيد يبقى هي طبعا كلمه checking I spent 2 or 3 days checking the weekends yes يبقى يا رنا عندك كده دايما يا رنا تخلي بالك ان كلمه سبند بمعنى يقضي سبند تايم مده من الوقت لازم بعدها فيرب جيرند اللي هو فعل فيه اي ان جي تمام كده؟ خلاص اوكي بس عندي سؤال ثاني او فيربنج بلاش كلمه جيرند لان قضيت وقت اقرا يبقى كفيرب يبقى spent 2 or 3 days weekend checking براجع اللي انا كتبته بس اتفضلي السؤال الثاني was زاهر was زاهر at the party was زاهر at the party at the party when the party when oh you arrived when you arrived which a mark تمام؟ question mark؟ آه؟ no comma he is spaces home no بعدين comma he أو space أو home home أو number A went he went he was going was going has gone has gone أو washing ايه was gone الجمله هنا had gone يا مس ايمان اكتبيها صح had gone ايوه وبعدين was gone has gone has ولا had ايه has ولا had بالدي لا has has which one هي قالت has لا had had هات عشان تمشي مع الجمله اساسا اصلا هي دي الاجابه عشان كده لازم تبقى هات واز جوينج يس هتبقى هات جان هات جان طب ليه يا رنا تفتكري انا بسال بقول ايه واز زاهر ات ذا بارتي وين يو ارايفد بسالك هل زاهر كان موجود في الحفله ما وصلتي قلت لي لا كان مشي قبل ما اوصل يبقى كان في كام اكشن كان كام حدث حدثين صح زاهر مش الاول قبل انت بتوصلي يبقى مشان الاول ده ماضي ايه ماضي تام past perfect ماضي تام الماضي التام formed of what بيتكون ازاي هات تصريف كام وتصريف التالت بالظبط يبقى زاهر had gone before I arrived no زاهر had gone before gone. I arrived معناها زاهر مشي قبل ما اوصل وصلت شكرا حضرتك يا مستر انا جدا بشكر حضرتك على الشرح اللي حضرتك بتديهولنا ده احنا اللي شاكرين ليكوا وبنتمنى لكم فعلا انا ومس ايمان او مس ايمان وانا بنتمنى لكم فعلا كل التمنيات بالنجاح الباهر لان انتوا فعلا مستقبل البلد شكرا
ربنا يكرمكم وتابعوا تاني معانا. نرجع تاني، كنت بسال حضرتك يا ايمان بقول لك is that true، ايه التعبيرات التانية ممكن استخدمها عشان اسعى عن حقيقة اتاكد يعني ان ده حقيقة او لا؟ to check يعني ان yes، الحاجة ممكن اقول is it correct، is it correct yes mm-hmm. is that true could this be possible هل ممكن ده يكون شيء معقول او موجود. تمام. دي كلها checking. لو انا قلت طبعا fact في الاول وبعد كده بقول السؤال بتاعي هل ممكن ده يكون حقيقة، وطبعا I'm prompting the other party in the conversation to answer. انا بحاول ان انا اشجع الشخص اللي قدامي ان هو يجاوبني او يقول لي رايه في اللي انا قلته. yes صح كده، هي طريقه من ان انا بعمل يعني فعلا ان احمس الشخص قدامي ان هو to continue talking، يستمر في الحديث بتاعه. طيب تعال نشوف الكلام ده على الشاشه عندنا. شفنا فعلا asking for facts، بيقول لي I have heard that the ancient Egyptians had illnesses that were similar to ours. قلنا is that true. ممكن اقول كمان is that correct زي ما حضرتك قلتي is that correct، هل ده صحيح؟ او and is it true او is it right that ممكن ابدا بيها، هل صحيح او ده كلام حقيقي اني كذا. and do we know او can we tell if، ونكمل مثلا زي الجمله بتاعتنا the ancient Egyptians had doctors، يعني ممكن نقول ان المصريين القدماء كان عندهم اطباء او لا؟ طبعا هتبقى الاجابه اكيد for sure yes. ممكن طيب ده كان في السؤال، لكن giving facts اعطاء بقى الحقائق بنقول ايه؟ It is possible that من الممكن كلام كله امرار احبائي ركز عليه، او it is well known or a well known fact that ممكن اقول it is well known that او it is a well known fact that حقيقة مسلم بها، او we can be confident that we can be confident that نبقى واثقين من ان شيء حصل. We can't be sure of this ممكن العكس بقى we can't be sure of this but ونكمل جملة what is certain is that الشيء متأكدين منه كذا. يبقى احنا شفنا معلش كده بعض التعبيرات والكلمات اللي هي ممكن تساعدنا في ان احنا نسأل عن حقيقة او نعبر عن حقيقة. طب تعالي نشوف دايره كده ومحادثة مع بعض ونشوف احنا ممكن نحلها ازاي باستخدام نفس التعبيرات is that correct is that true is that right is a well known fact can we be sure that كذا او we can be confident that. وكل التعبيرات دي مهمة جدا تذكروها وتستخدموها في حياتكم العملية مش بس في الديالوج اللي بيجي في الامتحان. نشوف مع بعض كده السؤال بيقول complete the conversation with the correct expression to ask for or give facts. نحتاج بعض التعبيرات اللي احنا اتكلمنا عنها عشان نكمل بيها الconversation او الديالوج بتاعنا. بيقولي I have heard that the ancient Egyptians أنا سمعت إن المصريين القدماء had illnesses that were similar to ours today. أكيد بس إيمان المفروض في الدايلوج نقرأ الحوار كله ولكن عايز أكمل بتعبير بسرعة. طبعا لنا. هنا بيسأل بيعمل checking على الانفورميشن دي مظبوطة ولا لأ. أيوة. فيقول is that true؟ Yes is that true great. طيب yes it is like today water from the Nile helped plants to grow. المياه النيل بتساعد النباتات في انها تنمو. But it could be or it could also make people ill. Make people ill. خلي بالنا مش do people ill. Make people ill. بتسبب مرض للناس. If they drank it. لو الناس شربت المياه طبعا كده بدون اي اجراءات للتعقيم وكده. فسؤال كمان بيقول جملة What was eaten at that time? ممكن نحط هي طبعا سنتنس فهي هتقول تعليق على الكلام اللي اتقال قبل كده. فممكن يعني يبقى في اكسبريشن مثلا انها اتفاجئت او ممكن وي كانت شور اي كانت بليف ذات ذات از بوسيبل مثلا حاجه زي كده. يس وي كانت بي شور وات واز ايتن ات ذات تايم او كان او كود يو تيل او كود يو كود وي بي شور تمام كده على اساس ان احنا بنقول يعني ان احنا ايه دي تكمله الكويستشن بالظبط كده. اوكي اوكي فقال لي يس ات از نوت ذات ات از نوت ذات ممكن نقول ايه بقى بيبل هو ليفد نير ذا نايل هاد ا لوت اوف فروت فيجيتابلز اند فيش تو ايت. ممكن نقول ات از نون ذات او ات از ويل نون ذات يس ات از نون ذات او ات از ويل نون ذات ات از سيرتن ذات ات از ا فاكت ذات يس And the, true that they did not eat much meat. Well, what is not that not everybody ate meat or much meat. ممكن نقول what is true, what is known برضو ما فيش مشكلة. Yes.
what is suggested لو انا بقول يعني ممكن ده حاجات بيقترحها الناس لانهم مش عارفين او معيشوش what is believed بالظبط yes. كل دي تعبيرات بنقول ان احنا مش متاكدين ان الشيء ده كان بيحصل او لا. طيب do you space only rich people eat meat do you think فقط. طبعا yeah, do you think yes or do you believe yes we can't space but meat was not eaten regularly ممكن نقول we can't tell كلمة tell اللي هي T-E-L-L yes. يعني احنا ما نقدرش نقول تمام we can't tell بالضبط or we can't be sure we can't be sure yes تمام and do we know if the ancient Egyptians had doctors رد علينا وقال لنا yes there is a papyrus ورقة بردي which describes cures for cure for يعني علاج لي illnesses so we can space there were ancient Egyptian doctors we can be sure yeah. or we can be certain that there were يعني هنا تأكد we can provide a proof yes. يعني there تمام. will be ancient Egyptian doctors great طيب احنا يعني حاولنا بقدر الامكان احنا كده عملنا زي ما كل كده drill او تمارين اكتر على استخدام التعبيرات اللي ممكن نسأل بيها عشان نتأكد من شيء ولو حد سألنا ممكن نقول ايه فقلنا مثلا تعبيرات لو عايز اتأكد من شيء بقول الجملة اللي انا عارفها مثلا عادي وبقول is that true is that correct هل ده صح to check عشان اتأكد او to make emphasis اعمل تأكيد على التعبير ده او لا تمام طيب هنشوف listening text دلوقتي في narrator كده بيحكي لنا بيكلمنا عن وما ننساش برضو بقى بتاعتنا نتكلم على الساينس اند ذا ساينتستس هنبص مع بعض على الشاشه ونشوف الليسننج تكست وزي ما قلنا كتير جدا نص طبعا بيبقى مهم جدا لان في جرامر نفسه موجود هنا وكل الكلمات الجديده موجوده في النص بتاع الليسننج او الريدنج مع بعض على الشاشه احبائي بيقول لي narrator most people love their mobile phone حاجه مهمه جدا وليها علاقه باللي حاصل النهارده يعني especially among our young people. Most people love their mobile phone, but some people are worried about the effect that mobile phone signals might have on our health. Most people هنا مس إيمان يقصد معظم الناس طبعا مش يعني كلهم not all ما أقدرش أقول ولكن all people الأغلبية the majority أو nearly all people yeah. تقريبا معظم الناس love their mobile phone. But some people are worried about هنلاحظ ان كلمة word هنا جاي adjective صفة بعدها كلمة about preposition الخاص بها the effect الأنين بسبب التأثير effect that mobile phone signals might have on our health لاحظنا ان كلمة effect على طول حرف الجر on. تأثير على كذا لكن اكيد unlike الverse طبعا ما بياخدش أيوة. preposition طيب سريعا معلش عشان تدي مثال كده سريعا استخدم مره كلمه effect وكلمه effect اتفضل يعني ممكن نقول جدا mobile phone signals affect the human health السيجنالز او الـ طبعا الـ كل السيجنالز اللي بيبعتها الموبايل فون بتاثر على صحه البني ادم فقلت affect human health ما حطيتش اي preposition yes. وناخد بالنا ان ده واحده من الكومن ميستيكس كتير قوي ستودنتس بيحطوا بعد كلمه affect اللي هي بتبتدي بحرف الاي واللي طبعا بتاكت از ا فيرب في السنتنس اللي بتكون موقعها verb في السنتنس بيحطوا بعدها on ولكن الverb بتاع affect ما بياخدش on انا في verb تاني بنفس المعنى هو اللي بياخد بعده on كلمه مش verb طبعا هو noun اسمه impact يبقى has an impact on في كلمة بقى affect اللي هي النوم بتاع الverb affect وطبعا دي بتبتدي بحرف الاي فهنقول mobile phone signals have effects on human health ليها تأثير سيء على صحة الإنسان فهنقول have effects on human health great طيب هاخد اتصال من الشرقية we have أحمد ازيك يا محمد تمام الحمد لله ازيك يا محمد الحمد لله تمام ازيك يا شباب اهلا يا احمد كان عندي سؤال كده اتفضل don't be funny at all times don't feel ولا be don't be don't be funny at all times at all times نقطة
بي بي مساحة كده وات اذر تايمز سبيس وبعدين ايه؟ ات اذر تايمز ات اذر تايمز تمام. ايه التشويسز؟ ريسبونسبل ريسبونسبل ستريكت ستريكت سيريوس سيريوس ناتشورال سيريوس وبعدين ناتشورال يس تمام. هو يعني الكويستشن هنا don't be funny at all times ما تبقاش دايما بتضحك طول الوقت او بتعمل حاجات مضحكة او مواقف مضحكة. be at other times المفروض طبعا ان احنا عايزين نستخدم حاجة عكس الكلمة funny. انا عاملها serious تمام. كلمة serious تمام ومظبوطة وتمشي اه لان strict يعني حد شديد قوي ولكن serious يعني شخصية جادة which is طبعا ال closest opposite of the word funny. يس بالظبط كده يا احمد زي ما قالت لك مس ايمان ان على طول خدنا عكس الكلمه زي ما انت قلت قلت ان كلمه فاني على طول عكسها كلمه سيريوس بمعنى جاد تمام كده لكن اكيد كلمه ريسبونسبل معناها مسؤول واستريكت معناها حازم او صارم في تعامل مع حد وكلمه ناتشرال معناها طبيعي. يس جريت دي ستيل هاف اذر كويستشنز. لا شكرا يا استاذ معلش شاكرين جدا شاكرين جدا يا ابو حميد اتصالك ممكن بس الباراجراف اه هنتكلم عن الباراجراف يمكن انا بدات بالحاله بتاعتنا قلت لمس ايمان هل العلم مهم ويعني ده كان داخله كده ان هنتكلم حاضر عن العلم واهميته في الجزئيه دي بس لكن اكيد في حلقات ان شاء الله نناقش موضوع الباراجراف بالتفصيل باذن الله. شاكرين جدا يا ابو حميد اتصالك ونرجع تاني وحضرتك قلت لي الفرق بين كلمه افكت وكلمه افكت قلنا بالاي يؤثر فعل بعديها المفعول او الاوبجكت بدون حرف جر. smoking affects our health. التدخين بيأثر على صحتنا. لكن لو قلنا effect بالاي تأثير اسم. فنقول smoking has an effect on. تدخين له تأثير على. يبقى الاسم بياخد حرف الجر on our health. اوكي؟ That's it. طيب again we have the word of the words signal and sign the difference between the two. تمام طبعا الاثنين لو ترجمناهم عربي هنشوف كلمه اشاره ولكن السيجنال دي اشاره جايه من حاجات الكترونيه يعني انا ممكن يكون عندي الموبايل بيرسل مجموعه من الاشارات عشان يتواصل طبعا مع الشركه بتاعه الاتصالات وكده يعني اشاره ضوئيه او اشاره أيوة صوتيه بزرق. لكن الساين دي بتبقى علامه يعني انا بحط مثلا في الطريق علامات علشان تعرفني انا مشيت كام كيلو او الساين اللي جايه دي بتعرفني ان ممنوع ان انا يبقى في باركينج هنا او ان انا اركن في المكان ده كل ده بسميه ساين. يس يعني كلمه ساين لافته في الطريق لكن كلمه سيجنال اشاره صوتيه او ضوئيه. اوكي نرجع نكمل مع بعض النص على الشاشه بيقول لي again the thing of these signals are sent to بيتم ارسالها and from الله حلو قوي التعبير ده are sent to and from يعني ترسل الى و received from تتلقى من our mobile phones and mobile devices. كلمة device معناها اجهزة هنا زي كلمة cells all the time. Scientists think that the signals are too weak to do any damage. في حتة مهمين جدا في النقطة دي بس ايمان كلمة too weak وكلمة do damage. Do damage يعني يسبب تلف اكيد مش ما يجيش معانا كلمة make damage تمام. طب too weak يعني ضعيفة لدرجة يا ترى تسبب ولا لا تسبب اي خطر؟ لا تسبب طالما استخدمت كلمة to. يس to صفة to مصدر يبقى كده هي يعني نفت تأثير الصفة اللي موجودة تمام. To our health على الصحة بتاعتنا. However mobile phones have not been around long enough for science to be certain of this. Mobile phone as a device يعني مش موجود من زمن طويل للعلماء عشان يقدروا to be sure أو to be certain يعني متأكدين من إن في خطر من السيجنالز ولا لا. For the reason أو for the reason لهذا السبب أو that is why ولهذا السبب parents of children with mobile phones أي أب أو أم ابنه معاه موبايل get their children to limit مهم جدا نخلي بالنا النقطه دي
لازم نخلي أولادنا to limit the amount of time. يعني يقللوا كمية الوقت اللي بيقضوه طبعا في استخدام التليفون. في بوينت هنا عايز اشير ليها يا مستر محمد. خاصة ان لسه الاتصال اللي فات بيتكلم على الباراجراف. يس. يعني انا لو قريت يعني الكتاب هيديني سورس مفيد جدا، يعني لو قريت باراجراف زي ده ولقيته بيبتدي بكلمة او الاكسبريشن for that reason، دي كده فريز او اكسبريشن بيربط لي الافكار ببعض. yes. فدي حاجه ممكن قوي لو استخدمتها في التست تعلي من المارك بتاعتي. ولو بتكلم على المودرن تكنولوجي واستخدمت مثلا التليفون كموضوع، تمام، فبتكلم على اكيد على الادفانتجز والديس ادفانتجز. فهنا طبعا جزئيه بتكلم على الديس ادفانتجز اللي هي عيوب التليفون، واستشهد بالكلام اللي خدناه من المنهج. تمام. يس. طيب نرجع نكمل تاني مع بعض على الشاشه. بنقول to limit the amount، نحدد او نقلل من كميه الوقت. حد يقول لي كلمه amount قبل كلمه time؟ yes. تايم هنا بالنسبه لنا uncountable. طيب. فبقول amount of time. رغم ان كلمه amount ممكن تيجي طبعا قدام الكاونتبل nouns again. they spend using them. they should also get them to turn off. to get our children to turn off. دي جزئيه الجرامر بتاعنا. to get somebody to do something. to persuade، نقنعهم بان هم يقفلوا التليفون. هتلاحظوا ان كلمه get بعدها them زي ما شايفين على الشاشه get، وبعد كده كلمه them object مفعول، بعد كده لازم to، وبعد كده مصدر. انا كان ممكن اقول ايه؟ they should have them turn. should have them turn. يعني لو حطيت كلمه have كنت احط مفعول مصدر على طول، لكن لو حطيت كلمه get لازم احط طبعا مفعول تو زائد مصدر. ما اختلاف بسيط في المعنى، ان كلمه get هنا تو بيرسويد نقنع، انما كلمه هاف تو فورس somebody تو دو something نجبره على عمل شيء. their mobile phones when they go to sleep، على الاقل لما يروحوا يناموا يغلقوا التليفون. or to put them in a different room، نحط التليفون في مكان بعيد عن اوضه النوم. although mobile phone signals are weak، إشارة التليفون رغم ان هي ضعيفة، لكن the signals sent from mobile phone masts are much stronger. نحفظ كلمة mast، البرج بتاع الإرسال والاستقبال إشارات التليفون. كلمة mast. some people who live near mobile phone masts in particular worry about what the radio waves might do to them. Sometimes we see men, we complain that we don't have coverage or network coverage in a certain place. The signal is not strong enough. Yes. And again, if we have the mast, we again suffer and complain. From disease. Yes. So I believe now it's a blessing. المفروض بقى يعني نعرف دلوقتي انه بالعكس الاحسن ان السيجنال تبقى ضعيفه، افضل من ان انا اكون عايش جنب الماست. And I may be subjected to certain diseases. قد نكون عرضه هنا لامراض معينه. لكن again scientists are not quite sure about the diseases that might happen because of using mobile phones most of the time. Yes, exactly. Anyway, let's see. هنكمل مع بعض تاني. فقلنا ان الراديو ويفز بقى اللي هي الموجات اللاسلكيه، كلمه راديو ويفز على الشاشه معناها موجات لاسلكيه. might do to them. these waves are very powerful and can travel for many kilometers. الموجات دي اصلا بتبقى قويه جدا، انها ممكن بتسافر مئات الكيلومترات او يعني عدد كبير جدا من الكيلومترات، بمعنى ان بتخترق الحوائط وهكذا، يبقى في شبكه او ما فيش، صح بنقول كده؟ they can pass through buildings. بتخترق المباني. so they can easily pass through our bodies too. if they easily pass the buildings walls, fences, then they can pass our bodies. penetrate our bodies. طبعا هيبقى صعب جدا لو فكرنا بهذه الطريقه، تبقى مدمره. many people who live close to masts، ناس بتعيش بالقرب طبعا من شبكات او الابراج بتاعه الشبكات الاتصالات، have complained about، شايفين كلمه complain about، feeling tired، بيشتكوا ان هم بيشعروا بالتعب.
انا عندي مس ايمان اللي خلف الستيم نفسه كلمه كومبلين. عايز بقى اكيد في ديفرنت فيربس افعال مختلفه فبتدين ديفرنت مينينجز اللي هي معاني مختلفه. So what's the difference between complain about and complain to؟ طبعا كلمه complain about يعني انا هجيب على طول بعد كلمه about دي الحاجه اللي انا بشتكي منها. يبقى مثلا I complain about your bad service. انا بشتكي من الخدمه السيئه بتاعتكو. فانا اللي جبت بعد كلمه about الحاجه او الشيء اللي انا بشتكي منه. لكن لو قلت complain to يبقى انا بشتكي لشخص او لجهه معينه. فممكن جدا اقول I complain to the customer service about something wrong in my machine or in anything about anything according طبعا to what company you're dealing with او ايه الحاجه اللي بتشتكي منها. فممكن اقول I complain to the customer service يعني انا اشتكيت للفريق بتاع الكاستمر سيرفيس. يعني هنا دول انا بتكلم على قسم او ديبارتمنت معين انا ببعت لهم الشكوى بتاعتي. ده ممكن تيجي بنفس الجمله بالظبط I complain about the customer service. Yes. الاثنين هي في الاساس طبعا complain to somebody لازم بعدها شخص بشتكي لي شخص. complain about بشتكي من شيء. تمام كده؟ طبعا انا ممكن اشتكي من شيء لشخص يبقى complain to somebody about something. اوكي ذاتس ات. عندي كمان كلمه complaint بمعنى شكوى noun. اوكي طيب نرجع تاني كده وبنتكلم عن لسه بنتكلم على الموبايل فونز ار دي يعني هارمفول اور نوت ليتس سي. بنقول كمان في ناس بتشتكي وبتقول ان ما جيتنج هيداكس اند ايفن جيتنج فورمز اوف كانسر والعياذ بالله طبعا بيبقى في انواع من السرطانات. But is this or is there really a link between illnesses and radio waves؟ هل فعلا احنا بنتاكد بقى اهو نفس الاستخدام بتاعنا اللي كان في language functions. هل فعلا في لينك في رابط ما بين الامراض وما بين الموجات اللاسلكيه الصادره او المستقبله عن طريق الماستس اللي هي ابراج الشبكات الاتصال؟ Yes. It seems that there is no proof. من الواضح او مما يبدو ليس هناك دليل. كلمة proof هنا يا مس ايمان اكيد دي noun. والفيرب كلمة prove بالفي. يس تمام زي believe وبليف يؤمن وايمان. ذات نوت ايمان يو ها مش انا yes. انا فيه ذا راديو ويفز ميك بيبول ال. طبعا ما فيش رابط او بيقول انا ما فيش دليل ان الموجات اللاسلكيه بتجعل الناس مرضى. In 2014, scientists did an experiment. هنلاحظ كمان did an experiment. Do experiment. يعمل تجربة في المعمل أحبائي. يبقى do ما أقولش كلمة make. وكمان في فرق بين كلمة experiment وكلمة experience. Experience يعني خبرة في مجال ما وممكن تتجمع لما نقول تجارب حياتية أو موقف في الحياة تبقى experiences. In England, تعالوا إيه بقى التجربة اللي حصلت في إنجلترا؟ بعض العلماء they had 10 students move into a house. جبنا طلبة عزلوا حطناهم في بيت with a mobile phone mast وكان في البيت ده في برج خاص بالاتصالات. In the garden they had the mobile phone mast turned on 10 days. يعني شغلنا البرج ده 10 أيام after the students moved in. وبعد كده however the students thought that the mast was on all the time. إذا كانوا قاعد شهر شهرين بقى فاحنا اوهمناهم ان البرج ده شغال. عملوا ايه بقى؟ The mast was on all the time and they told the scientists that they felt ill. قالوا حسوا بالاعياء او بالتعب. ده معنى ايه؟ Do you think? Illusions يعني هم حسوا بانه يعني اتوهموا. يعني زي ما حد بيتوهم هو عارف ان ممكن حاجه زي كده تسبب ده. فحاجه كده سايكولوجيكلي نفسيه جواه اديته الايحاء بانه خلاص هو ده اللي بيحصل فانا على طول حاسس ان انا عندي صداع في حين انه الماست وير كلوزد يعني ما كانتش شغاله او ويرنت اون. طيب يور ادفايس بقى تو ستودنتس يعني خاصه بنفس الموضوع لو بنذاكر لو حاجه بقى في المذاكره او في التست وكده يعني ما اخدش امبريشنز او باد امبريشنز من اشخاص تانيين ليهم تجارب بخصوص مثلا الانجليش او انا بسمع كتير ان الانجليش او اي ماده طبعا تانية دي صعبه وانها والثانويه العامه والكلام ده كله. لا ما اديش نفسي وهم واكبر الحاجه
زياده عن اللزوم لانها تجيب اثر سلبي فعلا. بالظبط. لكن انا هي زيها زي اي سنه ومنهج زي اي منهج ونحاول ان احنا نجتهد فيه، وعلشان طبعا الحاجات دي بتاثر علينا سلبيا جدا وبتخلينا ادائنا سيء. يس جريت، بالظبط كده، نستفيد من الموقف يعني. طيب هنرجع تاني كمان ونشوف نفس الرساله اللي بتتكلم فيها ميس ايمان، الريزلت بقى او النتيجه اند ذا مورال، الدرس بقى اللي احنا هنتعلمه من تجربه زي كده. على الشاشه عندنا بيقول لي ذا ريزلت اوف ذا او ذا اكسبيرمنت سيمز تو شو ذات، نتيجه التجربه تبين اني that the cause of illnesses might be worrying about the effects، السبب بتاع المرض هو القلق بخصوص تأثير الموبايل فون ماسكس، يعني احنا عارفين مسبقا ان الحاجات دي ممكن تأثر علينا فبدأنا فعلا نحس بالإعياء physically بشكل بقى جسماني او جسدي rather than the radio waves themselves، طبعا مش الموجات اللي هي اللاسلكية نفسها. However, to be safe, scientists believe that we should have، طيب لازم برضو يكون في precautions، precautions الاحتياطات برضك، ان احنا بقى ايه عشان نبقى حاسين فعلا بالامان، scientists believe that we should have mobile phone masks installed in high or remote areas. هتلاحظ الفيرب عندك install ده INSTALLED installed معناها يثبت او زي ما بنقول كده بالظبط يسطب برنامج، احنا بناخدها كمصريين بنعرب بنعرب الكلمه يسطب برنامج، هنا نثبتها او نركبها نركب الابراج دي فين بقى؟ ان هاي اور ريموت ارياز، في اماكن عاليه قوي او في اماكن بعيده ريموت ارياز وير ايفر بوسبل، كلما طبعا امكن ذلك. It is probably a good idea for people who live close to mobile phone masts to get their health checked frequently. ايه كمان؟ The other precaution، الاحتياط الثاني، ان احنا الناس اللي بتعيش قرب من الموبايل فون ماسكس لازم يعملوا تشيك على صحتهم، يعني every six months تقريبا يعني to get their health checked frequently. Frequently يعني بشكل منتظم يعني regularly. So follow this advice، نتبع النصيحه دي and you'll be able to get things done on your موبايل without worrying about your health. طبعا احنا كده بصينا على النص، عايزين نعمل كده نشوف فعلا الطلبه يا ترى استفاد بعض الكلمات ولا لا، ده من خلال الاكسرسايز. اوكي هنطبق النظام دلوقتي يا مس ايمان ونشوف التمرين بتقول لي شو ذا كاركت انسر فروم اي بي سي اور دي، هنشوف بعض الكلمات وطيب خلينا كده نناقش مع بعض ايه الكلمات اللي ممكن حضرتك تكوني استنتجتيها من النسلينج تكست. يعني ممكن إيه؟ كلمه زي كلمه انستولد، انستول يثبت يركب، تمام. طيب خلينا نشوف كلمه انستول مثلا وكلمه فيكس مثلا، تفتكري فيكس نفتكر الفرق؟ طبعا كلمه انستول يعني يحط برنامج من جديد، ما فيهوش اي عيب، انا لسه بنزله على التول او الديفايس بتاعتي. وطبعا دي كلمه انتشرت اكتر في مجال الديجيتال كوميونيكيشن او مجال التكنولوجي، لانه انا لما بتكلم على كمبيوتر بروجرام عايزه احطه على الكمبيوتر او اللابتوب، في الحاله دي انا بقول انستول ذا بروجرام، زي شبهها كلمه داونلود، بس داونلود لما هنزل فايل او ملف، ولكن انستول يعني يحط برنامج على الجهاز عنده. هيفهمكم ان يسطبه. يسطبه تمام؟ او زي ما انت بتنزل اي بروجرام وتثبته يكون موجود عندك على الجهاز وتستخدمه. طبعا الكلمه الثانيه اللي هي فيكس دي يصلح شيء كان بايظ او بروك داون، تعطل خالص او كده، في الحاله دي انا بستخدم كلمه فيكس. ما بستخدمش طبعا كلمة انستول. يس وفيكس كمان ممكن تبقى شيء مادي ماتيريال وممكن تبقى حاجة برضو في البرامج الابلكيشنز وهكذا. طيب لو قلنا كمان كلمة ماست من ضمن الكلمات اللي احنا خدناها النهاردة. واخدنا كمان كلمة اسمها كلمة بول بي او ال اي. كمان كلمة ستيك. فنقول ان كلمة ماست قلنا تاور برج خاص بسندنج اند ريسيفنج راديو ويفز، في ارسال واستقبال اللي هو اشارات لاسلكيه اللي هو الترانسميتر. تمام كده؟ طيب كلمه بول بي او اللي ايه قلنا عصا طويله
بنستخدمها لشيء، ويمكن خدناها قبل كده الناس خدوها في جاليفر بقى يفتكروا. ايوه تمام، ساعات في المراكب مثلا الساري الساري بتاع المركب او كده بنسميه بول، بنسميه الجنداري بتاع العلم بقى. يس بنسميه كلمه بول كمان. انما كلمه ستيك اللي هي ووكن ستيك اللي هي عصا المشي او العكاز. يس طيب هنشوف دلوقتي بعض الكلمات على الشاشه في التشويسز ونختار الاجابه الصحيحه. نص مع بعض احبائي. الجمله بتقول نمبر 1 سبيس از ا سيريس ديزيز، مرض خطير. In which cells اللي فيه الخلايا in your body grow in a way that is not normal. الخلايا في الجسد بتنمو بشكل غير طبيعي. عزب الله عندي كانسر ديابيتس وهارت اتاك وبلايندنس. اتفضل. طبعا كانسر هو المرض اللي خاص بان الخلايا بتنمو بشكل غير طبيعي. وطبعا speedy recovery for any person was affected يعني by this disease. تمام. Number two is a person, event or thing that makes something happen. خلي شيء يحدث او يحصل. يا ترى stop, cause, pose, exploit. كلمة cause يعني يسبب. ايوه. ودي طبعا هي whatever is the cause، لكن هو بيخلي ان في شيء يحصل او تأثير على شيء تاني. يعني جاي كفيرب هنا يسبب او يجعل الشيء يحدث. Number three, a disease of the body or mind or the condition of being ill in or is called. كون الحالة ان الانسان مريض ده بنسميه بقى illness يعني عياء او مرض. يس عندنا كلمة fearlessness لو عدم الخوف. fearlessness يعني حد ما بيخافش. عدم الخوف طبعا يعني fearlessness اللي هو العادة. happiness السعادة. يس نمبر 4 two space means to put a piece of equipment somewhere so that it is ready to be used. تمام to install زي ما احنا لسه قايلين. yes. الجملة طبعا شرحها انه to put a piece of equipment somewhere that is ready to be used. يعني انا احط اي equipment program اي حاجة او حتى لو هي tool او اداة علشان تبقى يعني ممكن نعمل installation لمثلا air conditioning system. install برضو. تمام بالظبط. yes. number 5 is a relation between two or more people, situations, etc. Is a relation طبعا دي link كلمة link اللي هي relation يعني بيعمل علاقة أو ربط ما بين ناس أشخاص مواقف كده. yes وعندنا طبعا كلمة rank يصنف. يصنف. ink اللي هو الحبر. الحبر. وكلمة bang يقرأ يعني. أو يطبل. أو انفجار أو كده. yes. A is a tall metal tower that sends out radio and television signals. طالما قلنا radio television signals يبقى احنا اكيد هنا نقصد الماست. yes. مش اي حاجة من الحاجات التانية. اوكي. وعندي كلمة vast. vast يعني حاجة كبيرة جدا. تمام. number 7 means to increase in weight, speed, height or value. يزداد في الوزن او السرعة او الارتفاع او الطول. gain. value القيمة. yes كلمة gain. gain طبعا. بمعنى هنا يكتسب زيادة في gain weight او gain speed. طبعا دايما حاجات معنوية ممكن كمان experience او knowledge and so on. عكس عطول كلمة lose او كلمة waste بمعنى يضيع. yes. impossible to see means صعب ان نشوف الحاجة دي معناها ايه بقى seen ولا visible. invisible watch طبعا invisible اللي هي فيها prefix IN يعني اقول ان الحاجة مستحيل انها تتشاف غير مرئي. yes يبقى عكس يبقى عطول كلمة visible مرئي. visible مرئي. invisible غير مرئي. A is a series of events or a change that happen naturally. مجموعة من الاحداث او سلسلة من الاحداث بتحدث بشكل طبيعي. يا ترى process ولا operation ولا in ولا fine. كلمة process دي معناها ان في تغيير او في طبعا process عملية معينة. عملية بتتم فيها معينة steps معينة. yes. number 10 to space means to take something away from out of. طبعا كلمة from هي نفس كلمة out of or off the place where it is. يا ترى install ولا approve remove. طبعا كلمة remove اللي هو يشيل حاجة من مكانه. يشيل أو ينزع ياخد شيء من مكانه عشان كده قلنا remove لأن مكتوب عندي means to take something away from تاخد حاجة من where it is من مكانها يبقى remove يعني ينزعها أو يشيلها. to let something go stop holding something means تسيب شيء بقى تتوقف عن الإمساك بيه. طبعا كلمة release
وطبعا هي مرتبطه بكلمه ان احنا to let something go يعني yes. بسيبه يطلب او يسرح ريليس بالسين صح كده يسرح يسيب طبعا ريليس somebody to set him or them free عكس كلمه capture تمام hold نفس المعنى ممكن كلمه ريليس تيجي بمعنى تاني اللي هو لو في شريط او سي دي جديده فيها اغاني او yes, ريليست او نزل وهكذا We visit our village space. We go there every month. Particularly, regularly, gradually, particularly. طبعا لو انا بتكلم على repetitive action بشكل منتظم يبقى لازم هستخدم كلمة regularly زي كلمة frequently اللي قابلناها في الباب. Yes, بالضبط كده. Yes, يبقى الاختيار letter B اللي هي regularly. Most scientists believe that human activity is the space of global warming. Global warming احتباس حراري معظم العلماء بيعتقدوا ان النشاط البشري الهيومن اكتيفيتي هو المسؤول عن المسبب احتباس الحراري يبقى طبعا نستخدم كلمه كوست ايوه وهنا استخدمناها كناون مش كفيرب يس ولو عكست الجمله وقلت global warming طبعا is believed, to be the activity, activity of human, يعني اعتقد ان هو the result of هو نتيجه للاحتباس او النشاط الانساني يعني طيب كمان جمله بس سريعا our English teacher wants to from or to space المفروض from and between our school and a school in England نعمل to, ايه to form a link yes form a link بمعنى يعمل رابط, رابط او مقامه بين مدرسه ومدرسه او جامعه وجامعه ايه رايك ناخد فاصل ونرجع نستكمل مع بعض الى فاصل انتظرونا اهلا وسهلا بكم احبائي مره ثانيه وافكركم ان ميس ايمان وانا بنناقش النهارده مع بعض الوحده التاسعه اللي هي ساينس اند ساينتست قرينا مع بعض النص بتاع الليستنج واتكلمنا كمان عن لانجوج فانكشنز وبدانا ببعض الاسئله هنستكمل الاسئله عشان ناخد كمان بعد كده الريدنج والجرامر تابعونا بصوا كده مع بعض على الشاشه كان الجمله بتقول لميس ايمان it is sometimes difficult to get a telephone space in remote parts of the country يا ترى signature توقيع بتاع راسم بالفكرة وسيجنال وسينج يغني وسموك تمام طبعا موبايل او تليفون سيجنال يعني الاشارات الخاصة بالتليفون يس الاشارات التليفونية او اللي هي اللاسلكية يس debates is and not which affects a lot of people طبعا diabetes is an illness لان هو ده مرض السكر ايوه فهو عبارة عن illness مرض طيب لو diabetic دايبيريك يبقى انا كده بوصف حاله الشخص ان هو مريض سكر او مصاب بمرض السكر يس والعياذ بالله طبعا عندي كلمه ايه كلمه موتو اللي هي سلوجن او شعار وعندي كلمه ديزيز ان مرض إلنس مرض كمان سوى كلمه ديزيز وعندي كلمه بريشور اللي هو كتيب يس يبقى اخترنا كلمه إلنس طبعا illness. لان هنا جاي كلمه ان yes. فهو عاوز أيوة. الكلمه اللي جداً. بتبتدي بفاول أيوة. مش بتبتدي لانه طبعا زي لو قال لي في ديزيز وإلنس بالظبط إلنس علشان الان يس جريت جمله نمبر 17 بتقول لي هالاز جراند ماذر از فيري ايل شي هاز سبيس بانش باندل كاندل كانسر طبعا فيري ايل يبقى اكيد هختار مرض يبقى كانسر جريت 18 they have put a new telephone space on the roof على السطح طبعا of the building دلوقتي بقى دي الكلمه اللي استخدمناها الجديده النهارده عرفنا انه ايه الحاجه اللي ممكن يحطوها ليها علاقه بالتليفون على سطح بيت او في مكان اريا فاضيه او كده فهنقول تليفون ماست yes. اللي هو البرج الخاص بتوصيل اشارات التليفون للتليفونات في البيوت جريت My mother bought a new washing machine and my uncle is going to space it today. طبعا is going to install it today. هيركبها النهارده. دي كده المقصود ب install. Yes. Last one. Bad traffic is space a lot of people to be late for work today. Is a reason is is causing a lot of people sorry manish is causing a lot of people to be late for work today طبعا كلمه causing يعني هي السبب او المسببه لان ناس كتير
يعني جاي كفيرب هنا از دايما اي ان جي على طول از كوزنج بيسبب ناس كتير ان هي تتاخر. هنلاحظ كوز somebody تو دو something تبقى تو بي ليت فور ورك توداي. تمام احنا كده كنا اتكلمنا عن الجزئيه الخاصه بالليسننج، شفنا طبعا بعض الكلمات وكان في كمان جزء خاص بالجرامر، يمكن ما عملناش تركيز على الجرامر دلوقتي لان في جزء خاص بيه طبعا هنناقشه مع بعض بالتفصيل. ولكن شفنا ان احنا الكلمات ما بقعدش احفظ اعمده الكلمات، لا انا بحفظ الكلمات من خلال الاستخدام. الكلمه اما بحل عليها مره واثنين وثلاثه بحفظ الكلمه من خلال الاستخدام، يعني الكلمه الموجوده في نص او في كونتكست في سياق الكلمات بتبقى سهل جدا معرفتها لما احل مره واثنين وثلاثه على نفس الكلمه باشتقاقات مختلفه. لكن انا احط الكلمات تحت بعضها واقعد احفظها سيبرتلي كده بعيد عن الجمل اكيد ما بتعيش وما اقدرش احفظها كويس. تمام، حتى لو قدرت احفظها بعد شويه بتضيع. تمام، تعالوا نطبق نفس الكلام على الريدنج تكست. هنشوف مع بعض على الشاشه بنتكلم عن ايه. ما تنسوش بتكلم على الساينس اند ساينتستس. فهنا بيقول لي فود فروم ذا اير، طعام من الهواء. ايه هو بقى؟ بيقول لي everyone has seen plants growing but have you ever thought where they get their food from. هنقف عند الكلام ده مطولا يا مس ايمان، واحده بواحده. بيقول لي everyone has، ليه ما قاليش everyone have؟ طبعا كلمه everyone ومجموعه من كلمات ثانيه كتير نفس يعني الطريقه زي كلمه ايه someone زي everybody no someone كل ياخد كلمه has. كل الليست دي بتتعامل طيب. عنها مفرد او مفرد. singular noun. طيب لما اقول الكل مثلا brings يحضر كتابه ولا كتبهم ولا ايه تبقى ايه؟ their books. books. لازم استخدم بعد كده البرونوم يكون plural form او بيشير للجمع. يبقى الفعل مفرد والضمير جمع. جمع يس. طب has seen plants growing، انا شايف كلمه seen الكل شايف طبعا تصريف بتاع عشان كلمه has. تمام. النباتات اه واضح لكن قال لي growing. قبل ما تجاوبني يا مس ايمان هاخد حازم من القاهره. حازم ازيك؟ حازم ازيك يا استاذ محمد؟ اخبارك يا زعيم؟ تمام تمام الحمد لله. اتفضل حبيبي. بعدينك بس كان عندي اسئله كده تشوز. اوكي. يلا سريعا بقى عشان انا عارف عندنا النص بتاع الريدنج. يلا اتفضل. ماشي اتفضل. دوجز دوجز ار ار سبيس سبيس فريندلي اند لويال. فريندلي اند لويال. الاختيارات ايذر. تمام اول حاجه نايذر ايذر نيذر نور نور واخر حاجه بوث. نور وبعدين اخر حاجه بوث. يس. وسؤال تاني. طيب حل معانا انت بقى ده. يلا كده دوجز ار سبيس فريندلي اند لويال يعني ودوده ومخلصه. ها يا ترى ايذر ولا نيذر نور بوث تفتكر ايه انت؟ انا شايفها بوث. طيب واحنا شايفين نفس الاجابه طبعا. طيب ليه ما خدناش كلمه نيذر؟ لان مفيش نور او اور وما بنقارنش ما بين كلمه نيذر فريندلي تبقى نور ها لويال. لو مكتوب بقى لاينز الاسود بقى هتبقى ار نيذر فريندلي نور لويال. تمام كده. طب لو قلنا كلمه ايذر كنا نختار ايه؟ لو خدت كلمه ايذر يا اما التكمله بتاعتها اخد التكمله ايذر اور صح؟ اور او نايذر نور. يبقى احنا كان هي الاجابه كلمه بوث. طيب الجمله الثانيه اي دونت سبيك. اي دونت سبيك many other languages. I don't speak many other languages. And space and does space. My sister and love a does my sister does my sister and does my sister. Okay. And does my sister. عندك نيزر وعندك سو. يس. نايزر وايزر وسو وبوث. يس. المنفية الجملة منفية. صح؟ هنا الاكشن نفسه منفي. تمام. صح؟ طالما الاكشن نفسه منفي يبقى لازم احط هنا نيذر. تمام. هنقول لك تاني بص كده بقى بص معايا حازم. زي ما مكتوب كده زي ما قلت لك مس ايمان مكتوب اي دونت سبيك ماني اذر لانجوجز ما بتكلمش لغات كتير. وكذلك اختي بتتكلم ولا بتتكلمش؟ لما اقول وكذلك يعني زيها زيي. بقى نايزر. يعني بتتكلم ولا بتتكلمش؟ لا ما بتتكلمش. يبقى نيذر صح؟
اللي هي نيذر ار نايذر. طيب لو انا بتكلم لغات كتير وكذلك اختي هتبقى اي سبيك صح؟ وكذلك هنا اثبات ولا نفي؟ هتبقى اثبات. لا لا يعني طب هي لو اثبات هتبقى سو. هتبقى سو. ده اللي قصدي اقوله يعني. تمام. يعني مثلا ايه؟ حازم بيدرس انجليزي، حازم ستادز انجلش، وكذلك انا. تمام كده؟ وهتبقى اند. ولازم احط كلمه سو وبعد كده الفعل المساعد او الموديل وبعد كده كلمه الفاعل بقى بتاعتها الثانيه. هتبقى سو دو اي، سو دو اي. انا عايزك تحفظ مثال واحد وتمشي عليه. اقول حازم سبيكس انجلش سو دو اي. لو حازم doesn't speak English تبقى neither do I. وصلت؟ وصلت اسمها. تمام. ايه تاني يا زعيم؟ معلش عندي اخر سؤال بس. اتفضل يا حبيبي معاك. My elder daughter. Yes. My elder daughter has a baby girl. Has ايه؟ A baby girl. A baby girl. Has a baby girl. كوما. كوما. وبعد كده سبيس. سبيس. وبعد كده تو. تو تي او او طبعا. لا تي دبليو او. دبليو او اوكي. تي دبليو او. الاختيارات. ايج. ايج. اللي هي عمر. ايج. ايج. من غير اي حاجه بعد الاي. تمام. طيب ها وبعدين؟ aged. بعد كده aging. aging. بعد كده aged. وبعدين aged. وبعد كده ageless. بالار في الاخر؟ لا ال اي اس اس. ageless. طيب هو هنا عايز يوصف او يقول لها يعني ان البنات البنت بتاعتها عمرها سنتين. طبعا كلمة age هنا دي noun ومش هتنفع انها تيجي قبل النمبر. aging يعني حد بيحصل له اعراض الشيخوخة. لما تتحط age وبعدها ing دي معناها حد بيحصل له اعراض الشيخوخة. كلمة ageless يعني بدون عمر. فاحنا هنستخدم كلمة aged علشان دي هنا استخدم الفورم بتاع الجملة مختصر. المفروض اقول they are aged او هم عمرهم سنتين. فهنا بتيجي كلمة aged في يعني زي في محل صفة كده. تمام؟ ماشي. شكرا يا استاذ. العفو. شكرا يا استاذ محمد. احنا متشكرين جدا حبيبي اتصالك وتابع معانا يا حازم. نرجع تاني. كنت بسال مس ايمان اني انا شفتها في الجملة كده مكتوب everyone has seen plants مكتوب عندي growing. احنا متعودين ان كلمة growing دايما يبقى قبلها الفيرب تو بي في اي صيغة بقى. ازاي تبقى سي something او somebody ايا كان الشخص او الشيء وبعد كده growing واحيانا بشوفها سي plants grow. يس اتفضلي. طبعا لما هقول everybody sees plants grow او في النص هنا كانت مكتوبه انه they see plants they have seen plants growing. يبقى هنا انا بستخدم انه كلمه growing دي جايه في ان انا بوصف الاكشن عن طريق ان انا بحط لها ing وانه الاكشن ده حاجه مستمره. عملت انا short form او reduction للفورم بتاع السنتنس بان انا شلت كلمات كانت اوريدي المفروض تكون موجوده ولكن احتفظت بالفيرب اللي بيديني الكونتينوس فورم او الشعور بتاع ان دي حاجه كونتينوس او مستمر. فده كده الاختصار او الريدكشن اللي تم. بس لازم احافظ على ان كلمه growing تكون موجوده بالاي ان جي فورم. يس. طيب هنشوف وائل ونرجع للجمله دي تاني. وائل ازيك؟ هلو مستر اخبارك؟ الحمد لله. اخبار سواد كلها على حسك بقى؟ الحمد لله بخير بالسلامه. دايما بخير باذن الله. اتفضل وائل. اهلا يا وائل نورتنا. الله يخليك شكرا. لو سمحت معايا سؤالين. اتفضل يا وائل. ذا نيو ايربورت. دي جمله تشويس؟ ذا نيو ايربورت. ايوه. هاز ا مودرن اير ترافيك. Has a modern air air traffic control. Traffic control. Space.
بعدين سبيس. ها ايه الاختيارات؟ مع ها بعد سبيس مع الاختيارات يعني الاختيارات طيب ماست تاور تاور بول بي او ال اي بي او ال اي بول بول وكاستل. ايه الكلمة الأخيرة؟ بول دي بقى الأخيرة كاستل قلعة كاسل طيب كاستل. طبعا احنا شايفين هنا ان الـ UAIR Airport has a modern air traffic control والمفروض ان احنا نختار واحدة من الكلمات دي. احنا طبعا ده اللي ناقشناه النهاردة اصلا. احنا شايفين ان كلمة كاسل اكيد مش هتنفع. لسه انا ومستر محمد كنا بنتكلم فكرة بول وتاور وماست. كلمة ماست هي التاور اللي بيدي اشارات. فاحنا ممكن هنا نستخدم كلمة the new airport has a modern air traffic control ماست. اوكي تمام يعني ماست صح؟ نعم ماست اللي هي الكلمة الأولى اللي هي الاختيار A لأنها بتدي signals أو إشارات. تمام okay. ماشي تمام. سؤال أخير اتفضل. How long wall how long wall how long was it from how long was A it from it from was it from Strelsau Strelsau ايوه ده ستوري بقى مش كده؟ ها وين سات وين ايه؟ سات وين سات وين سات اند راسندل اند راسندل فيرست فيرست هيرد ذا نويز اوف هورسز هيرد ذا نويز of horses. Of horses. اقول لك انا اكيد طبعا سؤال الكلب مش هيجي طبعا انت عارف الحكايه دي اصلا. انت عندك جمل تشوز وعندك جمل كريتيكال ثينكينج. ايوه لكن سؤالك بيقول هاو لونج واز فروم كان المسافه قد ايه هو انسابت اند راسندل طبعا فيرست ستوبت او فيرست هيرد ذا نايز اوف هورسز. انت عارف الاول بس كده سريعا المسافه من استريلسو لزندا هاو لونج حوالي كام؟ انا عندي الاختيارات 35 كيلو لا 40 كيلو 40 كيلو حوالي 40 كيلو ده الاجابه انا بسالك انا اهو بقول لك المسافه تفتكر من ستريلسو لزندا كام 80 حلو قوي طيب من زندا للحدود نفسها بتاعت روتينيا 40 10 تمام كده لا انا من الحدود 10 كيلومتر ايوه طيب الترنهايم هاوس ما مره بقى ترنهايم هاوس لزندا كان حوالي كام؟ لا ما 8 كيلو تمام؟ طيب هم لما كانوا منطلقين بقى راسندل كان رايح هو وسابت وراجعين بقى للهامبتنج لودج عشان يسترجع الملك وراسندل يسيب البلد. توقفوا بيقول لك في نصف المسافه. صح. فور ذير هورسز تو هاف ا درينك. وهنا درينك طبعا يعني تشرب ميه الخيول يعني. تمام؟ هنا كان على مسافة 40 about 40 كيلومترز تمام؟ طبعا استاذ يا كلمة احنا شاكرين جدا جدا يا وائل وسلام طبعا لكل اهل سوهاج. نرجع تاني كده يا باسم امام وكان بيقول لي النقطة حضرتك وضحتيها قلت لي كلمة سي دايما سي somebody أو something أو كلمة حتى هير بمعنى يسمع لازم بعديها إما مصدر يا إما فيرب فيه اي ان جي. لو قلت مثلا اي سو مس ايمان المفروض ان مس ايمان سنجلر مفرد المفروض مثلا تجري المفروض مس ايمان رنز الطبيعي بحط الفعل ايه اس لكن قلت اي سو مس ايمان تبقى رن وده معنى كده ايه انا شفت عيالك الجري من اول الاحماء لغايه كل مد او كل حاجه لكن لو قلت اي سو مس ايمان رانينج والمنطقي ازاي رانينج هي كده سي بعديها مفعول بعد كده فيرب اي ان جي هنا يعني شفت جزء من الجري زي بالظبط اي هارد هيم سمعته ممكن اقول رغم الهم دي سينجلر قلت اي هيرد احمد المفروض احمد سينجز احمد يغني او احمد سينجز تمام كده
يغني. لكن انا قلت ايه؟ اي هارد احمد سين، سمعت احمد بيغني، يبقى الغناء من الاول للاخر. لكن اي هارد احمد سينين يبقى جزء من الغناء، لو حطيت لها ايه؟ اي ان جي. هنشوف الكلام ده على الشاشه احبائي. فبنقول everyone has seen plants growing، زي ما شايفين كده كلمه سين بعديها بلانتس ده المفعول، وشفنا جروينج، ما فيش حد فينا قاعد يشوف النبات من ساعه ما بيتزرع لغايه لما بيكبر، لا بنشوف جزء من نمو. النهارده شفته كده، بكره النبات كبر وبقى كذا. But have you ever thought، لكن عمرنا فكرنا يا مس ايمان where the plants get their food from؟ النبات ده بيجيب اكله منين؟ اكيد دلوقتي احنا درسنا الكلام ده وعارفينه يا مس ايمان، لكن في الباست كان شيء مختلف. In 1652، شوفي من اكثر من 400 سنه، a European scientist called Van Helmont asked this question. في عالم سأل نفسه نفس السؤال. يعني يا ترى النباتات بتجيب أكلها منين؟ تمام كده؟ عمل إيه الراجل ده بقى؟ أكيد كعالم لازم يعمل تجربة. Before this time, it had always been thought that plants must get their food from soil. كلمة must get هنا مش إلزام، ده استنتاج. Yes. بيستنتج النبات لازم بيجيب أكله أو غذائه من التربة. However, Van Helmont, as a scientist, decided to test the theory with experiments. شوف التعبيرات. Test the theory with experiment. يختبر النظرية بالتجربة. يبقى test the theory. يختبر النظرية. وجمع theories. نقلب الواي إلى R نحط ياس. نختبرها بإيه بقى؟ Test with the experiment. بتجربة فين؟ في المعمل. First, some soil was dried. في الاول الراجل ده جاب بعض كميه من التربه، وهنلاقي كل الجمل يا مس ايمان ماشيه passive voice عشان الدرس نفسه بيتكلم على الباسيف او الكوزيتيف، وهي الباسيف دائما او في الاغلب بيكون محبب في الكلام عن الساينس بالظبط كده، التجارب والابحاث. تمام. ف some soil was dried، تم تجفيف بعض التربه. هنا كلمه soil تربه زراعيه كلنا عارفين. put into، التربة دي نفسها وضعت into a pot في إناء فخار. and weed، وتم وزنها. after a small tree بقوا weed، شجرة صغيرة تم وزنها برضو. it was planted، الشجرة زرعت in a pot. and rain water was added، كنا بنضيف مياه مطر فقط. there he had the tree water regularly. الشجرة كان بيتم ريها بانتظام regularly frequently with rainwater. after 5 years، بعد 5 سنين the tree was removed، تم نزع الشجره من مكانها. from the pot and weed again، تم وزنها مره ثانيه. what did he discover؟ اكتشف ايه؟ هنعرف ولكن بعد اتصال من سوهاج. we have فاطمه. ازيك يا طماطم؟ الحمد لله. ازيك يا مستر؟ عامله ايه يا طمطم؟ تمام الحمد لله. ازيك يا احمد؟ اهلا حبيبتي، نورتينا يا فتون. الله يخليكي. شفتي بقى النهارده كان دلع هو مس ايمان من ناحيه وانا من ناحيه. تمام. اتفضلي يا طماطم، معاكي. معايا كم سؤال سود. اتفضلي. ماشي. واحد طارق. طارق. البيت. از. البيت. طارق سبيس. داون. داون. زافين. ذا. زافين. The thing. Thin. The thin. رفيع يعني. S E. S E. N T E. N T E. Scent. Scent. S E N T بس ولا C E N T؟ Down the scent. طب كملي. Of my. Of my. Garden. Garden. It was. It was. Someone else. It was someone else. Someone else. Someone وبعدين else. Fence بقى F E N C E. Fence. Fence. صح كده؟ Someone طبعا. Someone else. ايه؟ هتاخد wasn't born. Wasn't وبعدين ايه؟ born. B U L L E D. B U. ها؟ ال ال اي دي pulled. wasn't pulled وبعدين رقم بي هتاخد doesn't pulled. doesn't pulled. سي didn't pulled. سي didn't pulled.
دي دونت بار. طيب عايزك بقى يا فاطمه تراجعي بس الجمله على شايفه الشاشه دلوقتي ولا لا؟ طيب بصوا كده عشان احنا كاتبين طارق وبعديها سبيس داون دي كلمه فينس صح؟ اف اي ان سي اي. هنكتبها على الدنيا فينس اللي هي السور بتاع الجنينه. يس تمام؟ ده كده المقصود لكن كلمه طبعا اي اس ان تي اي دي مش يس مش ماشي. يا ترى وازنت بولد ولا دازنت بولد ولا ديدنت بولد؟ طيب عندك مكتوبه كلمه دازنت مكتوب بولد ولا دازنت بول اللي هي بي يو ال ال بس؟ دازنت بولد doesn't pull من غير اي دي صح؟ طيب تمام. و it was someone else ده كان شخص اخر. ها؟ yes. طب انت مش يعني مش شاكه في اجابه مثلا معينه؟ انا كنت شاك اللي هي هتاخد ايه بس هي الاجابه رقم سي. تمام هي الاجابه رقم سي. طيب طب ماشي ما انت عارفه الاجابه يا طمطم. ليه اخترتي سي وليه كنت شاكه في ايه يعني؟ ما هي السؤال المفروض يعني هو هيبقى معلوم. صح كده طارق معلوم يعني طارق مش هو اللي شد السور او مش وقع السور تمام كده. يبقى بالتاكيد مش وزنت بولد مش مبنيه لايه؟ ها للمجهول مش مبنيه للمجهول. فهو اللي ما عملش كده لازم حد تاني اللي عمل بالظبط. يبقى الجمله معلوم يبقى didn't pull. كمان عندنا هنا was فما ينفعش نستخدم doesn't تمام. فاحنا عندنا كده جزئين اللي هو الجزء بتاع الباسيف والزمن بتاعه في الباست فعلشان كده انت اخدتي didn't pull. يس طيب الجمله الثانيه بقى يا فاطمه. في جمله ثانيه؟ ايه هي؟ رادار رادار ايه لا اوضح صوتك شويه رادار ايه لا بعدها ايه فور سبيس فور فور ذا فيرست تايم سبيس اول سبيس لا فور ذا فيرست تايم كوما كوما تو هيل تو help to help land to land planes to land to help planes to land was being used was using have been used وبعد was using ها؟ used لا النمبر سي هتبقى ايه؟ has been used used تمام؟ بعد كده used بعد كده used ولا used طب انت تفتكري هنا برضو اكيد انت شايفه ان في فورمز اكتف وفورمز ثانيه باسيف صح؟ تفتكري هنا هنستخدم الاكتف ولا الباسيف؟ الباسيف طبعا لان هو بادئ بكلمه رادار صح؟ طب فين الباسيف اللي موجود عندك هنا في التشويسز؟ A و C تمام يبقى احنا هنستثني was using we used مظبوط؟ طيب نشوف بقى التنس نفسه هنقول radar for the first time هو هنا كاتب لي جملة for the first time صح؟ يبقى هو هنا يقصد ايه حاجة كانت يعني في الماضي ولا حاجة دلوقتي؟ لا هي دلوقتي في الماضي انا بقول اول مرة نستخدم الرادار كنا بنستخدمه عشان نعمل حاجة معينة اللي هي طبعا مساعد الطيارات انها تهبط فاول مرة نستخدم الرادار دي يبقى انا بحكي في انه تاريخ الرادار من اول ما ابتدى يتم انشاؤه او اختراعه صح ولا لا؟ يبقى احنا هنا بنتكلم في ماضي ولا في present؟ في الماضي في الماضي يبقى انت اللي هيحدد لك ده التنس طبعا expression او مصطلح زي كلمة the first time مقصود بيها ان اول مرة يتم استخدام الرادار وطبعا دي حاجة بتعبر عن الباست فهنستخدم have been used
يبقى سوري واز بينج يوز اللي هي الماضي، فهنقول رادار واز بينج يوز فور ذا فيرست تايم تو هيلب بلينز تو لاند، هو ده الماضي المناسب مع الجمله. طبعا كونتينوس لانه كان بيستمر لفتره معينه في التوقيت ده في الماضي انه يستخدم للاكشن ده. شاكرين طبعا يا مس ايمان، وشاكرين جدا يا فاطمه على اسئلتك، وتابع معانا يا فاطمه وهنرجع تاني نستكمل مع بعض. كنا قلنا ان فان هلمت ذا ساينتست ان 1654، الراجل ده ثوت او ذير واز ثيوري، كان في نظريه بتقول ذا بلانتس جيت ذير فود فروم ذا سايل، النباتات بتاخد طعامها من التربه. لكن طبعا as a scientist he had to test his theory with experiment، لازم يعني يجرب او يشوف التجربه بتاعته يختبرها عن طريق التجربه او النظريه عن طريق التجربه. عشان كده عمل تجربه، احنا قلنا جف بعض التربه وجاب نبات وحطه في التربه دي، وكان بيروي النبات بمياه المطر ريجولرلي بانتظام. تعال نشوف اكتشف ايه بعد ما رفع النبات من التربه دي، لقى النبات ايه. على الشاشه عندنا بيقول لي فان هامت found that the tree had gained a huge amount of weight. الشجره ازداد وزنها بشكل كبير طبعا مده 5 سنين. When he got the soil weight طبعا وزن التربه كمان. However it was almost exactly the same. التربه نفس الوزن. As it had been 5 years earlier. يعني التربه ما نقصتش كتير من 5 سنين. على الاقل المفروض الوزن اللي يقل في التربه يكون هو نفس الوزن الموجود في الشجره. ده كان اعتقادهم، ده كان اعتقادهم زمان. بتاخد من التربه بالظبط. ده 1600 بقى. فان هلمت ثوت ذس واز سترينج بات ديسايدد ذات ذا اكسترا ويت. طب كان بيعمل ايه يا مس ايمان تفتكري؟ قال بس يبقى كله جاي من الميه بتاعت المطر. ذا اكسترا ويت اللي هو الوزن الزائد، كلمه اكسترا معناها زائد، اوف تري ماست هاف كم، ده استنتاج في الباست، ماست هاف تصريف ثالث، ماست هاف كم فروم ذا ووتر، لابد انه جه منين؟ من الميه. هي didn't realize، ما كانش يدرك بقى ساعتها ان في حاجه اسمها photosynthesis اللي هو البناء الضوئي والكلام ده. هي didn't realize that the tree was being fed by another invisible food. ما كانش يدرك ابدا ان النبات بيتم تغذيته او اطعامه، كلمه fed غير كلمه eat، طبعا هي البريزنت بتاعها feed f double e d والباست والباست بارتسبل fed by another invisible food، عن طعام غير مرئي زي ما قلنا. We now know that احنا النهارده عارفين الكلام ده، ان plants and trees make their own food، النبات بيصنع غذائه بنفسه عن طريق طبعا اوراق اللي هي تعتبر الفود فاكتوري. Their leaves are like factories، الاوراق بتاع النبات، كلمه leaves جمع كلمه leaf ال e a f، عامله زي المصانع that produce بتنتج، وعارفين كلمه produce ينتج، وممكن تنفع منتج زراعي، نفس الكلمة تنفع فعل ينتج وتنفع اسم بمعنى منتج زراعي. Every أنا أقول مثلا they أو the farmers sell their produce، بيبيعوا منتجهم مثلا in towns في المدن مثلا. Everything they need طبعا كل شيء محتاجاه الشجرة بيتم إنتاجه. So that plants can change the energy from the sun into chemical energy، بتاخد طبعا الطاقة الضوئية دي أو أشعة الشمس، بيمتصها النبات take in وبيطلعها بالنسبة لنا أو بيحولها change it into chemical energy، طاقة كيميائية متمثلة فين؟ في الأكسجين والشجر. During this process أثناء هذه العملية، لأن طبعا بتتم بخطوات معينة، oxygen and sugar are produced، بيتم إنتاج الأكسجين والسكر الأحادي طبعا موجود فين؟ في النبات. The oxygen is released، زي ما كانت بتقول مس ايمان ايه، يتم اطلاق الهواء الاكسجين في الجو back into the air and the sugar is used by the plant as food. كان في حد بيقول لي مس ايمان ان احنا برضو في كبشر مهمين جدا، يكفي ان احنا بنزود النبات بالكربون دايكسايد. تمام، بنزود الكربون وهو بيدينا ايه؟ الاكسجين. تمام. طيب يبقى شفنا كده النص، هناخد سريعا التمارين عليه. الجملة بتقول يا مس ايمان the car shouldn't be parked here so the police will have it عندي sold boat bag removed هيشيلها من هنا. يعني العربية مش لازم تتركن هنا. الشرطة هتعمل ايه؟ هتشيلها من مكانها. يبقى to take it from its place. طيب you can see some pollution but a lot of it is invisible، يعني غير مرئي، لان احنا بنشوف جزء وجزء جزء، لكن في جزء تاني احنا ما نقدرش نشوفه بعينينا. يس، يبقى invisible.
Children grow fast and space a lot of weight in their teenage years. في سن المراهقة. Children grow fast and طبعا أنا بقول إنهم بيزدادوا وزنهم فهيزيد الوزن يبقى and gain a lot of weight. Yes, يبقى كلمة gain يزداد للوزن لكن earn يكسب فلوس بقى يشتري وكلمة beat معناها يهزم بعدها الشخص أو الفريق المهزوم. It is not usually possible مش من السهل دايما to not zoo animals into the wild because they wouldn't know how to survive. لن تعرف كيف تستمر او كيف تنجو كلمة سرفايف. تمام. هنا طبعا هو يقصد انه الزو انيمالز اللي هو الحيوانات اللي عايشه في الحديقه وحد بياكلها وحابسها في مكان وبتشرب ديبندنت يعني عائله بالظبط ما ينفعش ان احنا تو ريليس ان نطلقها في الغابه بالظبط او في الوايلد في البريه على اساس انها صعبه جدا تتعايش. تمام. يس يبقى كلمه ريليس. It was a long and difficult space to build the bridge. صعب نبني الكوبري. But cars can use it now. طبعا حكاية بناء البريدج احنا عندنا طبعا كلمة party و phenomena دي مستحيل. Party يعني حفلة و phenomena يعني ظاهرة. ظواهر جمع yes. و phenomena بالA طبعا اللي هي الجمع الفورم بتاعها بالA جمع ولو ON هيبقى المفرد. ولكن طبعا لما يجي يتكلم على عملية بناء البريدج يبقى هنقول process to build the bridge. Yes. I wrote a letter to my friend so the language was very إذا كنت ببعت خطاب لصاحبي أو لصديقي هتبقى formal ولا informal؟ طبعا informal اللي هي العكس بتاع formal informal يعني غير رسمي اللي بستخدمها مش متقيد بأسلوب كتابة. Yes. طيب Scientists think that mobile signals بيعتقدوا ان الاشارات اللاسلكية او اشارات الموبايل are too weak to not our health. Are too weak to damage طبعا في الانفينيتيف فورم لان الفورمز التانية ما تنفعش بعد تو. Yes, تبقى تو damage our health. Great. قبل ما اخد كمان السؤال رقم 8 هاخد راضي من سوهاج والنهارده انا شايف ان سوهاج كلها بتتصل طبعا يبقى النهارده سواك تاتي رقم واحد. واحد افضل ناس واحسن ناس. اكيد. اتفضل يا راضي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معايا نقطه في القصه. سؤال في القصه. اتفضل. تشوز. تشوز. يس جو اهيد. How was؟ ايوه. ها. The gap. جي اي بي. ايوه the gap. ايوه between ايه between the rich and the poor affect the poor ايه affect ايوه the new king تمام حلو قوي ها تمام الاختيار ايه The rich wouldn't support the new king. إيه؟ The rich support. Wouldn't. The rich wouldn't. Support. Wouldn't support the new king. أيوة. Number B. ثواني. Support. The rich. معلش ثانية واحدة بس عشان الولاد برضو يتابعوك لازم نكتب لهم. يبقى the rich wouldn't support the new king. تمام؟ أيوة. B بقى. أيوة. The rich would support the new king. Duke Michael. Damn. Number C. The poor would support the new king. The poor would support the new king. The last one. The new king. ماشي. Number D. King. B or C. Number D A. B or C. B or C. B or C. Yes. أدي واحدة دي أنا ما. إحنا عارفين كان في جاب ما بين الريتش والبور. وإن الجاب دي كانت تفتكر لمصلحة النيو كينج ولا كانت ضده؟ يعني هل الجاب او انت عارف يعني ايه جاب اصلا؟ اه
ما دي هي دي الحفظ الصحي جاب دي ما عرفهاش. طيب جاب يعني في فجوة كبيرة في المستوى ما بين الأغنياء والفقراء في روريتانيا. أيوه. تمام، كلمة جاب يعني فجوة. الفجوة بقى الكبيرة والفرق الكبير قوي ما بين الريتش اللي كانوا أغنياء جدا وبيوتهم نظيفة والكلام ده كله، وإن البور بيبل كانوا دايما ما حدش مهتم بيهم، شوارعهم واضح قوي فيها إن البيوت قديمة، وقد إيه هم كانوا يعني حالتهم كده مستمرة، والكين القديم ما كانش بيسأل فيهم وتوقع ان ابنه اللي هيجي بعده هيطلع زيه. تفتكر بقى الجاب دي اللي ما بين الريتش والبور هتخلي ان الريتش بيبل wouldn't support the new king؟ تفتكر؟ لا. طبعا لا، هم مبسوطين بالحال اللي هم فيه والوضع اللي الكينج عامله، فخلاص دي ما تنفعش انها تكون اجابة. طب تفتكر انه the rich would support Duke Michael؟ لا برضه لا طبعا، لانه الديك مايكل اصلا ما عملهمش حاجه. The poor would support the new king؟ ما اتوقع لا برضه. اكيد برضه انه البور مش هينفع انهم يسبورت النيو كينج. لانه هم مش مستفيدين لسه بوجوده. ولا بي اورسي. يبقى في غلط. كلها بالظبط ما تنفعش. وزي ما قلت لك بس ايمان، اولا كلمه جاب لازم يكون حافظها كويس قوي لان موجوده في في القصه نفسها. انت فاكر راسل لما كان تم حطه برجال ديوك مايكل عند الهانتنج لوج، هي كود اسكيب ثرو ا جاب، كان في فجوه كده بين حصانين قدر، او بين اثنين من الاجمل الخيول طبعا، قدر ان هو يهرب من خلالها. يبقى كلمه جاب زي ما انت حضرتك بس ايمان ان في جاب، يعني في فجوه بين الاغنياء والفقراء. احنا البديهي بالنسبه لنا ذا ريتش would support the king because they lived well during طبعا his father's era. عاش كويس في الفترة بتاعت بابا اللي هو رودولف ذا فورث، رودولف الرابع. وذا بور كانوا فاكرين طبعا ديوك مايكل انه could be some kind of a change، في نوع من التغيير اللي هو ديوك مايكل، فكان الفقراء بيأيدوا ديوك مايكل. التشويسز كلها مش ماشية في الاتجاه ده. لكن لو مكتوب سي عندك the poor wouldn't support the new king تبقى صح. ماشي؟ أي ماشي. يعني لو مكتوب سي كده the poor wouldn't support the new king it's okay. اتفقنا؟ يعني فيها نقطة. شاكر جدا يا راضي ليك ولكل أهل سوهاج. نرجع تاني كده، كان جملة number 8 مس إيمان بتقول parents should space the amount of time the children طبعا use mobiles. طبعا المفروض انه لمصلحة ال children ان احنا طبعا ال parents limit، يعني يحددوا او يحدوا من كمية الوقت. اكيد increase ما تنفعش، ولا multiply يعني يضاعف الكمية، او raise يعني يرفع الكمية. yes يبقى كلمة limit. limit. some people have complained space mobile signals are dangerous. some people complained. احنا لسه متكلمين الفرق ما بين about و to، او ممكن جدا ان انا هستخدم complained وبعد كده في جملة تانية فهستخدم رابط مثلا زي كلمة that. yes. يبقى some people have complained that mobile signals are dangerous، لان في عندي كده ربط ما بين جملتين كاملين. جملة كاملة. تمام. we saw the girl space the bridge before falling down. We saw the girl. احنا شفنا البنت the bridge before falling down. يا ترى crossed ولا to crossing ولا crosses ولا cross؟ طبعا cross، لان احنا شفنا وهي بتعدي زي ما قال مستر محمد انه هنا الاكشن كامل. في كلمة سي كمان وبعد كده the girl لازم مصدر. لو كان اي ان جي من غير تو كان اوكي. تمام، يبقى شفنا جزء من مرورها على الكوبري، لكن شفنا اول ما دخلت على الكوبري وكملت وخلصت فشفنا كلمة كروس. ما نستغربش ان the girl وكروس، ما حدش يقول لي كروسز. انا عارف ان girl مفرد لكن بحط كروس كمصدر. طيب. بدون اضافات. They are space experiments to prove their point of view. They are طبعا كلمة experiments شفناها وكلمنا عنها في النص انه ما ينفعش معاها كلمة make experiment، احنا do experiment، فنقول doing experiments to prove their point of view. yes. واللي عايز كلمة invade بمعنى يغزو.
we can't find a not for this dangerous disease. لو احنا بنتكلم على علاج للمرض فممكن نقول we can't find a cure for this dangerous disease. هدي قلنا كلمة medicines ليه؟ هنقول لأصل فيه كلمة a. A مفرد يبقى لو a medicine اوكي okay. لكن بمعنى دواء يعني. لكن a cure for يعني علاج لي. He suffers from space as there is too much sugar in his blood. He suffers طبعا لما يكون في سكر كتير في الدم يبقى ده مرض السكر وبنسميه diabetes اللي هو مرض السكر. Yes, لكن heart attack اللي هو أزمة قلبية وinsomnia الأرق وindigestion اللي هو عسر الهضم. We can't see germs as they are space. تمام. Can't see يبقى على طول invisible. غير مرئي. Germs طبعا اللي هي الكائنات الدقيقة اللي هي الجرمس. جراثيم. جراثيم. This timetable is very old. جدول ده قديم and the information is not accurate. إذا كان جدول قديم يبقى المعلومات دقيقة ولا غير دقيقة؟ طبعا غير قديم يبقى المعلومات غير دقيقة. يا ترى بنحط البريفكس إيه بقى؟ البريفكس هتبقى inaccurate. Yes. مع كلمة accurate بنحط IN لو هنفيها. Yes, inaccurate غير دقيق. If we don't turn the taps off, لو قفلناش المحبس والحنفية, we can waste a huge amount of water. كميات كبيرة من المية يبقى a huge amount of water. تمام. There are some sports where it is good to not wait rather than lose it. تمام. يعني طالما هو طبعا جاب لنا التكملة دي مهمة جدا في الجملة دي ان انا اقراها للاخر. Yes. علشان احدد هو يقصد gain ولا lose لان كلمة wait بيجي معاها الاثنين. فقال rather than lose weight يبقى بدلا من نقصان الوزن يبقى انا اكيد هنا عايزة السبورتس عشان gain weight. زي رياضة السومو بقى. السومو او كمال الاجسام البادي بيلدينج كتير جدا بيحاولوا ان هم يعني يستخدموه عشان يزودوا وزنهم بقى ماسكيلر والسكس باكس والحاجات دي. يس شكل سيمان كانت. There was a not improvement تحسين in her school work. يا ترى graduation, graduate, gradually, gradual. هنا طبعا انا هستخدم الكلمة بتاعت gradual علشان انا محتاجة adjective توصف لي النون. Yes. كلمة improvement دي نون ما ينفعش اقول gradually ده adverb يوصف verb فانا هستخدم gradual. Yes. وطبعا graduation ده وgraduate معاني تانية خالص اللي هو التخرج وخريج. Yes. يبقى الأولى graduation اللي هو التخرج من كلية مثلا أو من معهد دراسي إنما كلمة a graduate اللي هو الخريج اللي بي فأنا طبعا زي ما قلت مس إيمان إذا كنت بقول improvement تحسن بقول تحسن تدريجي تدريجي دي صفة تبقى gradual اللي هي دي gradual improvement لكن gradually بالتدريج بوصف فعل يبقى it improved gradually it improved gradually تحسن تدريجيا أوكي okay. It is space to eat with your mouth open. أكيد ما حدش ينفع ده سلوك سيء إن أنا آكل وبقي مفتوح فهختار طبعا negative adjective أو صفة سلبية وهي كلمة impolite. Yes. شفنا accurate قلنا inaccurate. لكن شفنا polite قلنا impolite. بالIM. من الواضح كده إن الصفات تبدأ بالP هحط لها IM زي possible impossible لكن تبدأ بالA قلنا IN ودي yes. برضو رول خاصة بالبرونسيشن عشان تسهل طريقة if we have time أكيد هنبص عليها. طارق fell off sorry his bike المفروض fell off double F yes his bike but fortunately لحسن الحظ he was injured. إذا كان بقول حسن الحظ يبقى بالتأكيد he was uninjured مش شايفة هو طبعا جايب لي هنا صفات dead و killed و injured دي كلها حاجات مشاكل حصلت له لكن لما بقول fortunately يعني لحسن حظه لم يصاب فان هو ما حصلوش حاجه ف uninjured. Yes. يبقى لحسن برضه الصفات بتاعت بال IN هنا هتبقى على طول UN عكسها على طول اللي هي uninjured لم يصاب. طيب هنشوف كده اللانجوج نوتس بعض الكلمات بس ايمان سريعا اللي احنا يمكن قلنا معظمها بنقول اللي كنا بنتكلم من شويه على البريفكسز بقى اللي هي مجموعه عايزين نفرق الاول بين سريعا كده بين البريفكس والسافكس. بريفكس بادئه مجموعه a cluster of letters مجموعه من الحروف تاتي في اول الكلمه
عشان تغير المعنى. ببساطة كلكم عارفين كلمة agree يوافق، بنقول this agree D-I-S بتغير المعنى. لما بحط بقى suffix لاحقة تأتي في نهاية الكلام تغير المعنى. قلنا agree يوافق، لو حطيت M-E-N-T دي مجموعة حروف جت في الآخر غيرت المعنى برضو، بقت agreement باتفاق من فعل إيه لإسم. يبقى في فرق بين السافكس والبريفكس. اكيد طبعا الموضوع مطول جدا جدا لكن احنا ما عندناش وقت، هنبص بصه سريعه كده على الشاشه. بنقول البريفكسز زي ان وام وان يو او يو ان، الحاجات دي كلها بتيجي فيه عشان تدي نفي يعني. فكلمه زي انفيزبل قلنا انفيزبل مرئي غير مرئي، نوت سين يعني. كوركت قلنا انكوركت يعني صواب بقت غير صواب او خطا. تولرنت متسامح بقت انتولرنت. فورمال بقت انفورمال، رسمي غير رسمي. اكيوريت دقيق مظبوط يعني انكيوريت. انفكتد بقت انفكتد، اللي بدا بالاي ان بنحط يو ان على طول، لسه واخدين مثال. قلنا انجرد قلنا انجرد. انهبيتد اللي هو اهل بالسكان او في ناس مسكون يعني، بقت انهبيتد غير مؤهل بالسكان. انتليجنت بقت انتليجنت، ذكي بقت غير ذكي. possible بقت impossible، معلش نعدلها possible مفيش اي ام في الاولى، تاني بقت impossible يعني ممكن بقت مستحيل. moral اخلاقي بقت immoral غير اخلاقي. polite مؤدب بقت impolite. patient بقت impatient. patient يعني صبور، بقت impatient غير صبور. اكيد لسه مس ايمان جزئيه الجرامر تمام، لكن كالعاده الوحده محتاجه الكثير والكثير، لكن anyway مجهود رائع من حضرتك، شاكرين جدا جدا ليكي، والشكر طبعا موصول لكل الناس اللي هي خلف الكاميرا وليكوا كل احبائي طلاب الثانويه العامه والازهر، وعلى وعد ان شاء الله بلقاء مره جايه. until that time good luck and goodbye.